سيدنا عمر رضي الله عنه على إيد أبو لؤلؤ المجوس لعنة الله عليه، بعد أن دام حكم عمر 10 سنوات وثلاث أشهر وخمس ليالي، انتشر فيها العدل وقويت الدولة الإسلامية وقضي على إيده الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. ولكن بعد أن طعن عمر رضي الله عنه اقترب الأجل، فأجوا المسلمين لسيدنا عمر وطلبوا منه أن يختار لهم حاكم بخلف سيدنا عمر يكون أمير للمؤمنين، فرفض سيدنا عمر، ولكن حدد لهم 6 أن المسلمين يختاروا من هدول 6 واحد يكون لكم أمير للمؤمنين. طبعا هدول 6 اللي هم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام عوام وطلحة بن عبيد الله وأيضا سعد بن أبي وقاص، وخبرهم أنه يختلوا في بيت وأنه يطلعوا بقرار خلال 3 أيام فقط، وأيضا أمر بواحد سابع يحضر هذا المجلس، ولكن هذا مش مرشح للخلافة إنما للترجيح. يعني عندك 6 ممكن أنه 3 يطلعوا برأي و3 تانيين يطلعوا في رأي، فهذا السابع بده يرجح بين الرأيين حتى يرجح رأي من التنين. طبعا هذا السابع هو عبد الله بن عمر، يعني عمر أمر ابنه بترجيح الآراء في هذا المجلس. أيضا سيدنا عمر أمر ب2 للمراقبة يراقبوا المجلس وسير هذا المجلس خلال 3 أيام، فأمر بالمراقب 2 اللي هو أبا طليحة الأنصاري وأيضا المقداد ابن الأسود. طبعا كل هذه الإجراءات لأنه هذا المجلس انعقد في مصير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبرهم أيضا عمر في حال الاختلاف اتبعوا رأي عبد الرحمن ابن عوف، لأن عبد الرحمن ابن عوف صاحب رأي وسداد. طبعا خلال انعقاد المجلس انسحبوا 4 من منصب الخلافة والترشح لمنصب الخلافة، وبقي 2 علي ابن أبي طالب وعثمان ابن عفان. فأخذ عبد الرحمن ابن عوف يسأل المدينة، وصاروا يروح على بيت بيته ويدق على بيت بيته ويسألهم بك عمر أم عثمان رضي الله عنهما. استشار أهل المدينة بيت بيت، أيضا استشار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واستشار الأمراء على الأمصار اللي حضروا إلى المدينة عندما طعن عمر رضي الله عنه، فطلعوا بقرار بأنه اختاروا عثمان رضي الله عنه أنه يكون أمير للمؤمنين. حتى نشعر في خطورة الأمر أنه عبد الرحمن بن عوف خلال 3 أيام ما نام ولا نومه، كان يروح على البيت إذا رأي أهله نامين شول والله ما اكتحلت عيناي بنوم منذ 3 أيام. فما بالك أنه إحنا اليوم منعيش في فوق 100 سنة بلا أمير للمؤمنين، فهل شعرنا بالخطورة المترتبة على غياب أمير للمؤمنين اللي شعر فيه عمر وعبد الرحمن بن عوف وغير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟